يقول السائل: ما حكم صلاة الرجل بالقميص والبنطلون؟ إذا كان ساترا لعورته، إذا كان ساترا لعورته تصح صلاته، سواء عليه قميص أو بنطلون أو أي شيء يستر عورته، المهم أنه يستر عورته، فإذا ستر عورته بأي شيء صحت صلاته. ولكن الأفضل للمسلم أن يتجمل باللباس الجميل ويلبس ما يلبسه أهل البلد، يلبس ما يلبسه أهل بلده مما جرت عادتهم به. نعم.